فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لا بد من استعمال المنظفات والصابون أثناء الاغتسال للجنابة أم يكفي الماء فقط؟ يكفي الماء، ولا استعمال المنظفات ما يدخل في الاغتسال من الجنابة، يدخل في التنظف، يدخل في التنظف. إذا أراد التنظف مع الاغتسال من الجنابة استعمل المواد المنظفة، ما في مانع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.